وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد المقبل لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية. السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل الموافق 19 آيار لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وهيئة المستشارين والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تتولى إعادة دراسة مشروع قانون معهد الوظيفة العامة وترفع توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.